رجعنا لكم مشاهدينا وضيوفنا الكرام صاروا موجودين معنا بالاستديو. معنا ست نثيلة الريحاني. وين راحت البوست دقيقة؟ رئيسة الجالية الأردنية في كندا. وإذا رح يكون معنا الدكتور أسامة أسامة المقابلة رئيس الجالية الأردنية في أستراليا. رح نتحدث عن الحملة اللي تم إطلاقها بعنوان أردننا أنظف بالتعاون مع أبناء المجتمع المحلي. يعني اللينك يروح من عندي ومن عندك مرة واحدة ما خلص. صباح الخير. صباح الخير. دائما إحنا بنحكي قديش مهم لما يكون في هناك مغتربين أردنيين موجودين في الخارج ولكن ما بينسوا الوطن. إحنا بنغترب بس كمان بدنا نخلي أولادنا يرجعوا لأصولهم، يرجعوا لبلدهم من خلال مبادرات، من خلال الزيارات اللي بنقوم فيها. فخلينا نتعرف أكثر على هذه الحملة اللي قاموا فيها مغتربيننا الموجودين في إن كان بكندا وبأستراليا، ورح نتعرف إذا كان في هناك أيضا بأماكن أخرى. بس خلينا كافي بالبداية نصبح على ست نثيلة الريحاني يلا. أكيد ودكتور أسامة مقابلي. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. إحنا اللي انبسطنا اليوم بوجودنا معكم، شفنا هالوجوه الطيبة. يسعد بالعكس الحرب. أهلا وسهلا فيكم. دائما نحكي زي البلاد طلبت أهلا بالصيف، لازم واحد يجي يزور والأردن. بداية تحدثينا عن هذه الحملة. هي حملة تطوعية بيئية، هدفها الرئيسي هو التوعية، توعية المواطن لأهمية نظافة بلده ووطنه وترسيخ معنى الولاء والانتماء لهذا الوطن. حلو. يعني احنا مغتربين موجودين بالخارج، لكن حب يعني عشق الأردن ومحبة الأردن في دمنا وبعروقنا وبعقولنا. منيجي بدنا بس يعني هون انه نعمل مبادرات. حلو. وأي شيء يخدم بلدنا. هذه هي حملة توعية أكثر من ما إنها هي حملة إنه بس بدنا الناس تلم زبالة وتنظف قمامة. لا، هي حملة بدنا إحنا نوعي الناس أهمية النظافة لبلدنا، لأردننا. أردننا نظيف، أردننا جميل، ولكن بدنا نحافظ ونريده دائما أن يكون أجمل وأنظف، وبدنا نحافظ على نظافته. يعني البيئة هي أمانة في أعناقنا طبعا، ووطننا وأردننا هو بيئتنا، هو بيتنا اللي إحنا ساكنين فيه. يعني مثل ما إحنا منحافظ على نظافة بيتنا طبعا، نحافظ على نظافة البيئة اللي هي إحنا ببيتنا نتنفس من الهواء البيئة، نشرب من مية من ماء بلادنا، من بيئتنا النظيفة، نتغدى من الثمار اللي تنتجها تراب وطننا. وأكيد لازم يعني يجب يعني الأردن كانت هي بالسنوات السابقة بصراحة، يعني نعرف إحنا أن الأردن كانت في مصاف من أجمل وأنظف بلاد العالم. ولكن في الفترة السنوات الأخيرة للأسف يعني عم نشوف بعض السلوكيات الفردية الخاطئة في خصوصا بالأماكن السياحية والمتنزهاتنا. مثلا منحب أن نشوفها بأجمل صورة دائما نظيفة، لأنه هي بتطبع يعني بتكون يعني للسائح أنه أول ما بيجي بيشوف بنتبه لها. أبدي أكيد ست نثيلة. بدي أنتقل لدكتور أسامة، حضرتك رئيس الجالية الأردنية بأستراليا. نعم. كيف اجتمعت أنت وست نثيلة كندا وأستراليا، وكيف التقيتوا، كيف صارت المبادرة، كيف بلشتوا؟ الله يسعد صباحكم جميعا ويسعد صباح المشاهدين. يعني حقيقة هاي المبادرة انبثقت عام 2015 في مؤتمر مغتربين الأردنيين في البحر الميت، كانت تحت رعاية سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني. واجتمعنا المغتربين وفي رحلة إلى البتراء شفنا أنه في مناطق كثيرة وسخة، فأطلقنا المبادرة، أطلقها الدكتور ناصر المقابلي. شو رايكو إحنا مجموعة الـ20 اللي بالباص نعمل مبادرة ونستمر فيها بشكل دوري؟ والحمد لله نفذنا أول حملة في جرش وكانت ناجحة،
وبعد 2015 هيك يعني 2015 وبلشنا مبادرات يعني سنوية في مختلف أنحاء مناطق المملكة. يعني بس أكيد لاحظتوا تغيير بين 2015 حقيقة أنا ابن جرش بحق. أول حملة كانت في جرش في تغيير واضح خاصة من أصحابين المحلات يعني صاروا يضعوا سلة قمامة أمام المحل، صاروا يحطوا كرتوني فاضية، صاروا الناس، صارت السوق والنظافة حتى البلدية صرنا نحفزهم أكثر أنه يهتموا بالنظافة. يعني من أهدافها إحنا مش هدفنا أنه بس نلم زبالة في هذا اليوم النشاط، هدفنا هو نشر الوعي والتوعية والتثقيف البيئي. أنا باعتقادي وإيماني الثقافة البيئية هي مكتسبة وموروثة ومتناقلة ومتغيرة. كيف إحنا كمغتربين اكتسبنا المتناقلة والمتغيرة؟ متناقلة نحن باستطاعتنا كإنسان قادر على نقل العادات والأفكار في الحضارة الغربية والمتقدمة إلى البلد الوطن، ومتغيرة هون بيجي علينا سن التشريعات، فيجب أن نسن تشريعات. لأنه أنا لما رحت على سيدني كنت عادي أكب باكيت الشيبس من السيارة ما في مشكلة، بس لما عرفت أنه في غرامة لما تخلفت وفيش واسطة أشيلها ما فيش واسطة أني ابن المقابلة هذا هي. فهي متناقلة ومتغيرة، فلذلك يجب علينا لتغيير السلوك أن نسن تشريعات، وهذا يجب أن يكون من الحكومة بمسودة قانون وليس أن ننتظر النواب بمشروع قانون. طبعا هو بشوف للأمانة يعني نحن يعني شفنا قديش بالسنتين الأخيرات لما صار في هناك أتمتة للعديد من الخدمات الموجودة بأمانة عمان أو حتى إذا كان المخالفات وإلى آخره، شفنا أنه قلت موضوع أنه أنا بعرف مثلا فلان بدي أروح أشطب لي هاي المخالفة، فصار في شوي وعي أكثر. ونحن ما بدنا يكون دائما شرطي واقف على كل بيت أو على كل سيارة، بدنا هي ثقافة بتصفي بالشخص نفسه ليحافظ على بلده، لأنه لما نوصل بتقول لي شوف مثلا البلد فلان شو نظيف، لما توصلهم بتكب كيس الزبالة أو النفايات على باب البيت وأنت ما بتهتم، مع أنه أنت برا كان نفس الشخص، أنت برا الأردن غير عن جوا. خلينا ننتقل لموضوع أهمية استمرارية هذه الحملة. نحن نعرف بعد الصيف كل واحد بيرجع على مثلا مكان شغله وبيته وإلى آخره، كيف بيتم هناك الاستمرارية ومتابعة يعني هذه الحملة؟ وما بدنا إياها بس بجرش، بدنا إياها بكل محافظات مملكتنا الحبيبة. تفضلي. بحب مرة تانية أركز وأنبه أنه هذه الحملة هي نتاج مجموعة مغتربين التقينا في مؤتمر مثل ما تفضل زميلي أخوي دكتور أسامة في مؤتمر المغتربين تحت جلالة جلالة سيدنا، وكنا من جميع أنحاء العالم يعني من قارات أمريكا وآسيا وأوروبا وأستراليا والتقينا بجلالة سيدنا، وكان في توجهات من سيدنا على أنه إحنا نبدأ بمبادرات تفيد المملكة الأردنية الهاشمية، وانطلقنا من 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 من, من هذه الوقت. نعم. حملتنا بإذن الله إحنا قمنا بمبادرة قبل بجرش ب 2015 والحمد لله لاقت نجاح، وكانت كان في كثير تجاوب من الناس كلهم المواطنين، وهذه هي. وكان في مبادرة ثانية هي مبادرة تشجيع الزراعة المائية، والآن قمنا بهذه المبادرة الثانية لمدينة جرش، كون جرش هي مدينة سياحية أثرية ولها أهميتها، والآن على الأبواب عندنا مهرجان جرش، مهرجان جرش. نعم. الثقافة والفنون، ونحن مستمرون بإذن الله يعني ولن نتوقف عند هذه المبادرة، وعندنا مشاريع وخطط للمستقبل. ونحن مجموعة المغتربين اللي احنا من سمينا اطلقنا اسم على نفسنا بالبداية مجموعة العشرين اللي التقينا في البحر الميت، وكل شخص يعمل من 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 مكانه. يعني مش ضروري كنا نكون في الأردن، في ناس بيشتغلوا من 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 برا هلا موجودين معنا يعني من منظمين. بحب اوجه تحيه للدكتور ناصر مقابله اللي هو بلش في الفكره من عنده بهذه الحمله. نعم. ومتابعنا ليل مع نهار، يعني هو موجود الان بجمهوريه الصين الشعبيه. نعم. وبتابعنا ليل مع نهار وبدعمنا من عنده. والدكتور ايضا ما بننسى دكتور عماد العودات بكندا
هذا دينامو. هدول الشخصين هم اكيد تحياتنا لهم كمان, تحيه لهم, بنسميهم الجندي المجهول, الجنود المجهوله, هدول اللي بيشتغلوا بصمت وبالخفاء, والف تحيه لهم يعني. وكمان الاخ احمد عودات كمان ساعدنا بالديزاين والبوستات وهذا. فاحنا مستمرين وبدنا دعم من كل النواحي يعني. اكيد دائما عندنا صفحه على فيسبوك, هي بدايتنا, هي إيش اسمها أردن أنظف. أوكي. كلينر جوردن. أي حدا, أي ناس لو حط على فيسبوك كتب كلينر جوردن أو حط أردن أنظف تطلع هاي الصفحة. وهي الصفحة يعني ما إلها شهرين, مأسسينها من شهرين صح. وصار عليها عليها تقريبا فوق 2500 متابع, وعم تنمو وتستمر وعم تكبر. هذه الصفحة إحنا بنحب من خلال هالمنبر بحب أناشد كل المواطنين خصوصا الشباب, يعني هدول هم بصير تشبيك مثلا من خلالكم مع أبناء المنطقة أو المجتمع المحلي. بالضبط. بدنا كمان حاطين بهاي الصفحة بدنا الشباب والجميع يشاركوا بفيديوهات. مثلا أنت صورتي كنتي بمنطقة وشفتي منطقة وسخة وصورتيها وعملتي شيء تجاهها للإشي, نظفتيها, عملتي شيء, وعيتي الناس. منحب يصورنا قبل وبعد. وصارت معانا ست مثيلة كثير أشخاص راحوا على أماكن سياحية شافوا أنه هالمكان مظلوم حرام يكون فيها النفايات, وفعلا بعد ما انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لقينا تفاعل كبير من الناس أنه إحنا ما بصير نخلي أماكننا سياحية حية هيك, خاصة انه عن جد اردننا جنة, عندنا مناطق أردننا جميلة. انا حابة كتير غيرتكم على الوطن بالعادة المغتربين اللي بيطلعوا برا البلد بقولوا خلص احنا بكندا باستراليا مرفهين ودايرين بالنا على حياتنا والنظافة عال العال. غيرة المواطن الاردني على الاردن, وانه حتى لو بيروح على الصين بيضل هيك محروق قلبه على استراليا ابعد. انا بدي احكي لها ابعد من الصين. انا لانه كنت بالصين فرحت على الصين. انا حاب احكي تفضل لو سمحتوا لي, حاب احكي شغلي عن بنرجع للديمومه والاستمراريه يعني بنرجع للثقافه البيئيه انه قلنا انها موروثه ومكتسبه يعني تكتسب من سلوك الافراد ومن سلوك الجماعات. هذا السلوك في الاسره وفي مكان العمل وفي المسجد وفي الجامعة في كل مكان, فهي مكتسبة من سلوك الأفراد والجماعات المحيطين. نخاف على بيتنا نخاف على, وكذلك هي موروثة من الآباء والأجداد صح. يعني أنا قبل كم يوم ابني تميم الصغير كنت بأرجل بقهوة بساعة الشارع راح لحاله وصار يلم الزبالة وحط بساحة قهوة ما لناش علاقة فيها فهو شاف إشي غلط, فهي موروثة ومكتسبة صح. وإحنا إن شاء الله عندنا خطة سنوية إن شاء الله كل شهر ننفذ مبادرة في أي محافظة من محافظات المملكة. عندنا إن شاء الله ب27/9 نشاط في مادبة مع وزارة السياحة, وحقيقة وزير السياحة أنا معجب فيه كثير لأنه كان نموذج يقتدى, وشاركنا الحملة وكذلك عطوفة محافظ جرش. لابد أن نشكر أصحابين المعالي الوزيرين وزير السياحة والبيئة اللي شاركونا بالحملة من أولها لآخرها, وكذلك عطوفة محافظ جرش نايف الهدايا الحجايا اللي كان ثاني يوم دوام إله وشاركنا من بدايتها لنهايتها, ورئيس البلدية حمد الكرازنة. حقيقة على الصعيد الرسمي والحكومي منحس في حماس وفي تجاوب وفي استجابة في دعم, لكن يبقى السؤال للمواطنين لغالبية الشعب. يعني إحنا ما منقدم مبادرة على القطاع الرسمي والحكومي حقيقة, حتى التلفزيون والإعلام ما قصرتوا, الكل إجا وشاركنا. إحنا بهمنا نشر الوعي البيئي والتثقيف البيئي وبنشكركم مرة ثانية. بالعكس إحنا بنشكركم وكثير يعني مبسوطين بتواجدكم معنا. بس أسأل سؤال يعني نحن مرات ما نطلع نتغرب برا, واحد يعني بطلع وباخذ هالولاد وهالعيلة وخلص. بس قديش مهم لما يشوفوا أولادنا أنه إحنا حتى لو متغربين موجودين بالخارج وطننا جزء لا يتجزأ منا, قد ما نتغرب رح نرجع له في يوم من الأيام. من خلال مبادرتكم قديش فرجينا لأولادنا أهمية الوطن وأهمية الحفاظ على الوطن, كنا في الداخل أو في الخارج؟ نعم أكيد يعني هذا إشي كتير مهم. إحنا مش بس إنه أوكي متغربين, لكن كتير مهم إنه ننمي هذا تعزيز حب الوطن. يعني أولادنا بيشوفونا إحنا قدوة لإلهم, وإحنا سفراء مغتربين صح. إيش ما منتصرف إيش ما بنعمل هذا بنعكسه لأولادنا ولا منعزز عندهم روح الانتماء والولاء. أكيد ببلاد الغربة يعني منشوف بلاد
نظيفة مرتبة. كمان بنحب بلادنا، بنحب لما نيجي على بلادنا أولادنا نفس الشيء يعني طبعاً. يتصرفوا بنفس الطريقة اللي هم اللي عايشين فيها برا. بتحسي دور الأسرة يعني الأم والأب بتربية أولادهم، هذا الإشي رح يضل مكمل معاه مدى الحياة، هي فهي ثقافة. نعم أكيد. طيب المتطوعين دورهم معاكم كيف؟ احكولي من جرش، بتحسوا في تفاعل؟ والله حقيقة يعني كان في تفاعل، وكنا متوقعين يجي 100 شخص، إجانا حوالي 250 شخص. نعم. يعني المنظمات غير الحكومية والجمعيات نعم. حقيقة هبوا وساعدونا واشتغلوا، هذا كله ترسيخ لمفهوم النماء والانتماء. يعني إذا أنت بتحب شغله لازم تنميه وتطوره. والحمد لله يعني بنرد نوجه دعوة للمشاهدين على التلفزيون الأردني إنه شاركونا في على صفحتنا بالفيسبوك على موقعنا أردن أنظف كلينر جوردن، لأنه راح نعمل مسابقات زي ما حكينا إن شاء الله، في مسابقات وفي جوائز، لأنه الحل في نظري هو الحوافز وسن التشريعات والأنظمة. يعني بنشكركم. تفضل حابة تحكي شيء؟ عفوا، أنا حابة يعني إحنا كمان كناطقين إعلاميين ومن خلال تعاملنا مع مختلف وسائل الإعلام بحب أقدم شكر لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني على دعمهم لنا وتواصلهم وتغطيتهم للحملة طوال. وبدي أوجه شكر لزميلكم الأستاذ محمد سالم القضاء، أكيد صحيح ما قصر وعملنا تغطية، عملنا الريبورت يوم بيوم جديد. نعم. وبحب أيضا أشكر رسالة شكر وتحية كبيرة للإعلامي القدير الأستاذ عامر صمادي، أكيد نحن تحية أيضا، ألف تحية، لأنه صراحة إحنا كمغتربين لنا علاقة متينة وقديمة من سنوات مع برنامج خلال برنامج ياطير. هذا البرنامج هو المتنفس لنا كمغتربين والنافذة اللي من يعني متواصل معها ومن وحب أشكر بس كمان أمانة العاصمة، أمانة عمان الكبرى وبالأخص عطوفة المهندس زياد ريحاني اللي استقبلنا بأمانة العمان وأعطانا مستلزمات، دعمنا بمستلزمات الحملة كلها. وبحب أشكر الأطفال، بعرف الوقت خلص، يلا تفضلي. بحب أشكر الأطفال كلهم اللي تواجدوا معنا بهذه الحملة، يعني هذول كانوا لهم يعني زي ما بتقولي بنقول إحنا الهايلايت، هذول كانوا هم يعني عملوا أضافوا رونق وجمال لهذه، حتى وزير السياحة كمان سماهم بالاسم. يعني احنا بدنا نشكرك وبدنا نشكر كل الاشخاص اللي ذكرتيهم، كل ناس. ونحن دائما بنحكي ان كان يوم جديد او اي برنامج موجود بالتلفزيون الاردني، بنعرف احنا دائما بنحب نتواصل مع المغتربين، وشاشه التلفزيون الاردني دائما بتوصل رساله المواطن بالداخل، يعني بداخل المملكه الاردنيه الهاشميه والخارج. بدي اشكركم واشكر تواجدكم معنا، وان شاء الله بترجعوا سالمين غانمين، وبدنا اياكم دائما موجودين عندنا بالبلد بالرغم كل شيء. شكرا جزيلا. شكرا. اهلا اهلا. اصلا تفاعل المغتربين كمان عندنا على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا، مشاهده جدا عاليه. بدنا تفاعل منكم، بدنا تفاعل منكم على صفحتنا. خلاص هلا بنعمل بدنا تفاعل فيديوهات، بدنا تفاعل، بعرف بدكم مشان بدنا تفاعل منكم اكيد اكيد تدعمونا اكثر. خليكم قاعدين شوي. تمام، شكرا جزيلا.